تنافس أكثر من 40 متسابقا من 11 دولة في المسابقة الدولية للنحت على الجليد التي تستضيفها مدينة هاربن شمال الصين ضمن فعاليات مهرجان هاربن السنوي 30. عمد الفنانون إلى تحويل كتل من الجليد إلى تصميمات إبداعية على مدار 3 أيام. وصممت إحدى المتسابقات نحتا للكلمة اليابانية كوري التي تعني جليد. أردنا في المقام الأول أن نفعل شيئا سهلا، وبالنسبة لنا أردنا أن نفعل شيئا بارزا يمثل الفريق الياباني، لذا اعتقدنا أننا يمكننا استخدام كلمة جليد من اليابانية للتعبير عن الفريق الياباني. ويقول منظم المسابقة إنها المسابقة السنوية 28 على التوالي، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء إذ ستقيم لجنة التحكيم المنحوتات الثلجية التي أبدعتها أيدي الفنانين المشاركين في المهرجان. محمد الجبالي، رويترز.